رجال أقل. ثمة شيء معيب بسكوت الكثير من الرجال عن هذا العنف المقيت، أو اعتباره شأناً خاصاً، وهو وسط عارنا جمعنا. نحن نسارع اتجاه جرائم الدولة، ونحن محقون في ذلك، لكن لا يجب أن نسكت عن العنف الذي يمارسه الأشخاص، أو اعتباره يدخل في الحياة الخاصة. فكل امرأة يعتدى عليها ولو في بيت مغلق هي جزء من المجتمع قبل أن تكون جزءا من العائلة، ويجب على المجتمع أن يحميها. يجب أن يكون استنكارنا للعنف المسلط على النساء بلا حدود وبلا تبرير، ويجب أن يشعر كل رجل أنه مساءل أخلاقيا عندما يتعرض بالعنف للمرأة، ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يعجزون عن التحكم في غرائزهم. أخيرا، لا يجب أن ننسى أن أكبر عنف مسلط على المرأة هو الفقر، لما ينجر عنه من بقية الهموم من استعباد واستغلال واضطران في المتاجرة بالجسد وجهل وحرمان ومرض وشقاء يومي. وكما تعلمون، فإن هذه الآفة التي تصيب المجتمع تركز على المرأة التي تتعرض في كل المجتمعات، لا فقط لانتهاكات تتعلق بحرمتها الجسدية، وإنما لانتهاكات تتعلق بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما يجعل من وضع برامج عاجلة لمحاربة الفقر عند النساء المحور الثاني لكل سياسة تريد تخفيف ما تعانيه المرأة من عنف متعدد الأوجه. ثقوا أنني كمناضل حقوق الإنسان وكرئيس الجمهورية معكم أو معكن قلبا وقالبا، وإنني لن أدخر جهدا في دعم القضية التي تدافعون عنها، لأنها قضية كل إنسان، حيث لم يكن الموضوع يوما حربا بين جنسين بقدر ما هي حرب بين من يؤمنون بكرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وبين من ينتهكون كرامة الإنسان ذكرا كان أم أنثى. وتتضمن هذه الندوة حصة صباحية تتضمن ثلاث مداخلات، تتعلق الأولى بتقديم الاستراتيجية بكافة محاورها، تقدمها ممثلة وزارة شؤون المرأة والأسرة السيدة جاليا الهماني، تليها مداخلة يقدمها السيد عبد الرحمن الجمور حول تقييم خبير لدى صندوق الأمم المتحدة تتعلق بتقييم هذه الاستراتيجية، ثم نتعرض إلى مداخلة ثالثة يؤمنها ممثل عن الديوان الوطني للعمران البشري عن الأسرة والعمران البشري، يقدم فيها نتائج المسح الذي أنجزه الديوان، نتائج المسح الذي أنجزه الديوان. تلي هذه المداخلات استراحة يتوزع على إثرها المشاركون في ثلاثة فرق للعمل، ثلاثة ورشات تكون لها علاقة بمحاور الاستراتيجية. سيد عدنان النصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سيد أعضاء مجلس النواب، المجلس الوطني التأسيسي، سيد رئيس الديوان، سيدة السيدات الحضور. يسرني أن أشارك اليوم كممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة في الإعلان عن الانطلاق في تفعيل الاستراتيجية التونسية لمقاومة العنف ضد المرأة. كان ولا يزال صندوق الأمم المتحدة للسكان من المنظمات الأممية التي تولي العنف ضد المرأة أهمية قصوى، باعتباره يهدد أحد أركان حقوق الإنسان وهي الحرمة الجسدية والنفسية والصحية، كما أعلنت ذلك الدكتورة ثريا عبيد المديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. يجب أن يدرك كل شخص أن العنف ضد المرأة والفتيات غير مقبول، وعلينا أن لا نتسامح مع هذه الممارسات في المستقبل. معا نستطيع تغيير المواقف والممارسات المتجذرة بعمق والتي ينتج عنها التمييز ضد النساء والفتيات. لذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس منذ سنة 2007 على دعم وزارة شؤون المرأة والأسرة لإعداد استراتيجية وطنية لمقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبفضل تكاتف جهود الوزارة ومكونة المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تم إعداد هذه الاستراتيجية التي تتابق مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات والإعلانات الأممية ذات العلاقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالخصوص مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيدة. وأعلن اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل الحكومة منذ 25 نوفمبر 2008. ومنذ ذلك التاريخ حارس الصندوق في إطار برنامج التعاون مع وزارة شؤون المرأة وبدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة على دعم الوزارة ومختلف شركائها لتنفيذ هذه الاستراتيجية. ولكن لم تتمكن الجهات المعنية بتنفيذها من تحقيق تقدم بالقدر الذي يكفل للمرأة المعنفة الحماية والرعاية والتمكين والاندماج، وذلك لعدة اعتبارات. لقد اتفقنا اليوم مع وزارة شؤون المرأة ومن طلب من وزير شؤون المرأة والأسرة على تجاوز هذه الأسباب بعد دراستها حتى لا تتكرر مستقبلا خلال تنفيذ البرنامج الجديد الخاص بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي لسنتي 2012 و2013. إن حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم على دعم مختلف الأطراف الفاعلة في التصدي لظاهرة العنف القائمة على النوع الاجتماعي من هيكل حكومية ومكونات المجتمع المدني يرجع إلى ثلاثة اعتبارات. أولاً، ضرورة مواصلة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي لا تزال تهدد الحقوق الإنسانية للمرأة. ثانياً، عزم وزارة شؤون المرأة والأسرة على تفعيل الاستراتيجية في هذا الظرف الانتقالي الهام الذي تعيشه تونس، واعتباراً العنف القائم على النوع الاجتماعي أحد أولويات الوزارة التي ستعمل على حشد جهود جميع الأطراف الحكومية والغير الحكومية لمقاومته. ثالثاً، حرص عدد هام من مكونات المجتمع المدني على مواصلة النضال للتصدي لهذه الظاهرة وتمكين المرأة المعنفة وإعادة إدماجها اجتماعياً واقتصادياً. وهي في نظرنا عناصر هامة ستساعد على نجاح برنامج تفعيل الاستراتيجية التونسية لمقاومة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية والإدماج للنساء ضحايا العنف. وينطلق هذا البرنامج بتنظيم هذه الورشة التي أردناها للمناصرة والتفكير استراتيجي يشارك في إثرائها ممثلي الوزارات والمنظمات والجمعيات وكفاءات وطنية تفضي نتائجها إلى برنامج عملي وواقعي سيتم إنجازه في الفترة المتبقية من سنة 2012 وسنة 2013. سنعمل مع وزارة المرأة والأسرة وبالتعاون مع جميع الهياكل المعنية على تفعيل بما يحقق نتائج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سيداتي سادتي، سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذه المرحلة على تقديم الدعم الفني وتطوير المهارات في مجال مقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي لفائدة الوزارة ومختلف شركائها في الاستراتيجية لتوفير الخبرات الوطنية والدولية والاستئناس بتجارب الدول الأخرى والقيام بدور المناصرة الأممية الأساسي للاستراتيجية، وذلك لتعبئة الموارد المالية في إطار التعاون الأممي والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتمويل الاستراتيجية وتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية النساء الضحايا من العنف الضحايا العنف، وتوفير خدمات ذات نوعية متميزة تليق بمكانة المرأة. ولتحقيق ذلك أدعوكم لنتحد جميعا لوضع حد للعنف ضد المرأة ولمقاومة هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، ولنرفع جميعا هذا الشعار. هياكل حكومية ومنظمات وجمعيات ومنظمات أممية رجالا ونساء على امتداد ما تبقى من سنة 2012 وسنة 2013
ولنعرض موعد يوم 25 نوفمبر ولما لا من سنة 2013 لتقييم نتائج هذا العمل النبيل. أخيرا أتمنى كل التوفيق لأشغال هذه الورشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن في الحقيقة قبل اليوم ممكن أن نتحدث على أثار الشوارع، لم يكن من الممكن أن نتحدث عن المرأة المعنفة، لم يكن من الممكن أن نتحدث عن تشغيل الأطفال، لم يكن من الممكن أن نتحدث عن الاستغلال الجنسي للمرأة، عن المشاكل والاعتداءات الجنسية داخل مؤسسات الطفولة. لم يكن من الممكن قبل اليوم أن نقيم دراسات وبحوث نتائجها مخيفة ومفزعة، نتائجها تجعل أصابع الاتهام تتجه إلينا كسلطة تنفيذية، وتجعل تتجه إلى المجتمع المدني وإلى المسؤولين، وتتجه إلى كل المنظمات الحكومية والغير الحكومية وإلى الجهات الدولية. لم يكن لنا قبل اليوم أن نفتح أبواب موصدة ومغلقة مثل هذه الأبواب. اليوم أصبح اللاممكن ممكن، وفي ظل هذا الإمكان وفي ظل المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس اليوم، يحتم علينا أن نضع الإصبع على مكان الداء، على الجرح الغائر الذي تعفن حتى لم يعد إليه سبيلا، وحتى كدنا نائس من المعالجة ومن سبل الخلاص. اليوم لا يفزعنا ولا يخيفنا أن نفتح كل الملفات التي كانت محظورة وكل الملفات التي كانت مخيفة، ومنها مثلا الموضوع وهو ملف من ضمن ملفات عديدة، العنف المسلط على المرأة. كانت مدام زيدان قبلي تحدثت على أنه منذ 2008 نحاول أن نضع استراتيجية لوضع حد للعنف المسلط على المرأة، ومنذ 2008 ليس لنا أي مؤثر لا للوقاية ولا للتعهد بالمرأة التي تتعرض للعنف، ولا لجنة للنظر في كل ما يتعلق بالمرأة المعنفة، ولا سياسة للوقاية ولا مؤسسات للحماية والرعاية. إذن كثير من المشاريع كانت تبقى ورود وتبقى حبر على ورق. اليوم في ظل الصفحة الجديدة التي تريد أن تعيشها تونس، ومن أجل تحقيق أهداف الثورة اللي هي أساساً كان إحدى البنود الكبرى والعظيمة فيها تحقيق الكرامة، كرامة الإنسان، من أجل ذلك نريد أن تسترجع المرأة كامل كرامتها. وإحنا قلنا الاستراتيجية في كافة مراحل العمر، لأن الكرامة والعنف المسلط على المرأة ليس فقط العنف الجسدي والعنف اللفظي والتحرش الجنسي، بل أيضاً نظرة الانزراع والاحتقار والتهميش وهضم الحقوق والنسيان من مناطق الفعل والنفوذ والقوة والمشاركة في صنع القرار. من المشاركة في صنع القرار إلى الحق في الصحة، إلى الحق في العيش الكريم، وهي الطفلة منذ السنوات الأولى التي تتعرض فيها أكثر الفتاة إلى الانقطاع المدرسي أكثر من أخوها الذكر، منذ السنوات الأولى التي يقع فيها تمييز على أساس جنسي ضد المرأة ظاهر وباقي للعيان في كل مراحل ومناشط الحياة الاجتماعية. من أجل ذلك نريد اليوم للحكومة أن تطلع بدورها، وللمؤسسات الغير الحكومية والهيئات الأخرى والجمعيات المشتغلة في حق الأسرة والطفل وفي الشأن الاجتماعي، ومن الحقوقيين ومن المستقلين المفكرين ومن المبدعين ومن المثقفين ومن كل تونسي أن يتطلع بمسؤوليته من أجل أن لا تهان كرامة تونسي بعد اليوم. من أجل ذلك سقط الشهداء، ومن أجل ذلك يعاني الجرحى اليوم. من أجل كرامة الإنسان قبل كل شيء، ولا كرامة ولا عدالة انتقالية بدون أن يسترجع الإنسان العزة والكرامة. العزة تبدأ من نظرة الاحترام التي نفرضها اليوم، ليست هناك نظرة احتقار ونظرة الازدراء، لأن حتى النظرة الأولى هي عنف مسلط على المرأة اليوم، من أبسط تهميش إلى العنف في أبعد أشكاله اليوم يدان، واليوم تصبح استراتيجية كاملة تحمي حقوق المرأة. أنا كنت حين تحدثت قبل ساعة مع ممثلين في المجلس التأسيسي،
قلت لهم لعل وزارتنا هي اساسا وزاره الفئات الصامته، وزاره الطفل اللي لا عنده مشكله في التشغيل وفي ولا كذا، ولكن لا نريد ان ننساه، لان حقوق المراه تبدا من حقوقها كطفله. اذا الطفوله التي هي فئه صامته لا تقتسم ولا تقطع طرقات ولا تندم بحقوقها، هي فئه صامته، ولكن من واجبنا كلنا الاطلاع ايضا باستحقاقاتها والعنايه بها والاهتمام اللازم والضروري بهذه الفئه. المراه المعنفه التي تتالم بصمت، والتي يعني حتى سوف تعرض عليكم نتيجه الدراسه التي تجرأت ونطقت 47.6% وهو رقم مخيف، يعني وكم من المراه الصامته تتعرض الى التمييز على اساس الجنسي والى العنف بانواعه، ولكنها تظل ساكته صامته تتحرج حتى من الادلاء ولا الحديث في هذا الموضوع. المسنين والمراه المسنه الشيخه التي لا من سنها ولا ضعفها، ولانها لا تستطيع ان تسمع صوتها ولا تستطيع ايضا ان تقتسم وتقطع الطريق وان تعارض، وان لذلك فهي ايضا من الفئات الصامته. لا نريد ايضا اليوم لكل الفئات الصامته ان تحرم من كرامتها او ان تهان او ان نقلل من شانها وشان الاهتمام بها. صحيح ان الدوله اليوم تمر بمرحله هامه ومرحله على قدر كبير من الخطورة ومن مرحلة تاريخية دقيقة، وأنظار العالم كلها مصوبة نحو تونس تنتظر من هذه التجربة أن تنجح، وتريد من هذه التجربة أن تكون رائدة. صحيح أن الأولويات كثيرة ومتعددة وأن الملفات متراكمة وساخنة ولا تنتظر، ولكن في الأثناء لا يمكن أن ننسى الفئات كما قلت الصامتة، والفئات التي لا تعبر عن احتياجاتها وعن استحقاقاتها وعن آلامها وعن همومها وعن مشاكلها. إذا هذا الملف من ضمن العديد من الملفات اليوم التي نريد أن نفتحها، نريد أن نجد لها حلا، نريد أن ننجح في أن يكون أكبر قدر من شغلنا في الوقاية قبل أن نكون في العلاج، لأنه إذا نحن انتقلنا للمرحلة الثانية يعني أن المحظور قد وقع، ويعني أننا انتقلنا إلى مرحلة الهرم. ولكن أتمنى أن نهتم أكثر وأن نصب كل اهتمامنا الوقاية بالسبل الثقافية، باستعمال وسائل الإعلام، بالنص الجيد، ببيت الشعر، بالبرنامج الجيد في الإعلام، بكلمة خير وإلا توجيه من مربينا، من معلمينا، من أساتذتنا، من كل قوى المجتمع المدني، وكل واحد منهم على ثغرة من ثغرات هذا الوطن، فليحذر كل واحد منا أن يؤتى هذا الوطن من قبله. لذلك فأنا متأكدة أن الديمقراطية التشاركية ليست كلام وليست شعارا فضفاضا نحمله اليوم، بل هي واقع وهي ممارسة معاشة. ففي ظل هذه الديمقراطية التشاركية، قبل أن ننطلق في تحقيق أي مؤسسة أو أي برنامج للوقاية وللحماية وللتعهد بالمرأة المعنفة، نتشارك، نتباحث، نتواصل مع بعض في سبل الأمثل لتحقيق أفضل استراتيجية لمقاومة العنف بأنواعه المسلطة على المرأة، والنظر حتى في المشكل هذا نفسه من ناحية صحية، من ناحية علاقة القضاء والعدل، علاقة وزارة الداخلية، علاقة المجتمع المدني، علاقة الإعلام، علاقة كل مكونات المجتمع اللي هي كلها مسؤولة على كل كرامة تونسي تهان في هذا الوطن بشكل أو بآخر، لأن الفقر إهانة، والجهل إهانة، والعنف إهانة، والإقصاء والتهميش إهانة، كل إهانة هي عنف، يعني العنف عنف نفسي، عنف لفظي، عنف جسدي. اليوم يمكن أن نقول أن العنف هي المرأة التي تعاني من ورم في عينيها وإلا منكسر في رجلها حتى تكتسب حقوقها، لأن يعني كم هو كثير العنف الذي لا يقدر، العنف الذي لا نراه، العنف الذي لا نسمعه، العنف الذي لا يمكن أن نبرهن عليه ولا يمكن أن نشتكي منه لأنه ليس هناك إثبات وليس هناك دليل. لذلك
فكيف اليوم للتونسي أن يسترجع كرامته في ظل هذا الشعار الكبير الذي رفعناه ومن أجل تحقيق إحدى أهداف الثورة؟ لذلك هذا جزء من عمل كبير وطويل ينتظرنا، وكما قلنا كرامة الإنسان في الكثير من الإمكانيات لتحقيقها، وهذه الجلسة وهذا العمل هو واحد من العديد من الانتظارات في من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل والسامي لأهداف الثورة وهو تحقيق الكرامة. شكرا على تفضلكم اليوم لتخصيص وقت لتباحث هذا الأمر معنا. لو أنني في كل مرة أتمنى في مثل هذه الأنشطة أن أرى عددا من الرجال يتوق بكثير عددا من النساء، ولكن ما زال هذا يدل على أنه ما زال مشوار طويل من أجل أن نخاطب مباشرة المعني بالأمر في هذه المسألة، ولكن فليبلغ الحاضر الغائب أننا فتحنا هذه الاستراتيجية من أجل مقاومة العنف، وإن شاء الله لن نقول لا عنف بعد اليوم، لأن هذا الأمر يلزم تغيير ذهنيات وعقلية كاملة وسياسة في التواصل والحوار والتثقيف، تبدأ من السنوات الأولى والخطوات الأولى للطفل، من الطفل مع زميلته في الروضة يجب يتعلم أن لا يعنفها وأن يحترمها كزميلة كصديقة كأخت صغيرة. من ذلك الوقت التربية أيضا نقول أننا بدأنا في تحقيق مقاصد هذا العمل. فمرة أخرى شكرا على الحضور، وابقوا معنا، لا أقول سنعود بعد الفاصل، لكن ابقوا معنا لأننا نحتاج إلى جهودكم وإلى آرائكم ولأن تنيروا لنا أيضا السبل ولأن نتعاون مع بعض من أجل تحقيق يعني